مشروع قرار جديد وضع على طاولة الكونغرس الأمريكي، وهذا المشروع يضع العراق بشكل مباشر في عملية مواجهة وخطة لردع إيران بشكل مباشر. وهذا القرار الذي نتحدث عنه هو مشروع القرار، هذه هي الصفحة الأولى من هذا القرار الذي ترونه، وهو مكون أساسا من 6 صفحات. وهذا القرار أصلا يأتي بعنوان وتحت عنوان ردع الأعداء وتقوية الدفاعات، ومن طرح هذا المشروع بشكل مباشر هم عدد من الأعضاء، ولكن العضو الأساسي الذي قدم هذا المشروع هي كاثي ماكموريس روجرز، وهي من الحزب الجمهوري الأمريكي، وهي اشتركت مع زملائها ليس فقط من الحزب الجمهوري بل من الحزب الديمقراطي أيضا في طرح هذا المشروع، وبالتالي هنالك مشاركة من الحزبين في طرح هذا القرار، وتحديدا هو طرح في مجلس النواب الأمريكي. أساس هذا المشروع الذي نتحدث عنه الآن هو مبني على مواجهة الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية وغيرها من التهديدات الإيرانية المتمثلة أيضا بالفصائل المسلحة الموالية لإيران وحتى على مستوى الحوثيين. الفكرة الأساسية هي لتشكيل حلف كامل، تعاون عسكري كامل في منطقة الشرق الأوسط، وهي التي تضم 6 دول طبعا من مجلس التعاون الخليجي. مجلس التعاون الخليجي أساسا هو موجود فيه طبعا الكويت، وكذلك هنالك البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، عمان، والمملكة العربية السعودية. 6 دول مباشرة في هذه المواجهة الكبيرة، بالإضافة إلى ذلك، وصدق أو لا تصدق، إن اسم العراق موجود في هذه القضية، والأردن كذلك موجود في هذه المسألة، وحتى مصر، وكذلك إسرائيل في هذه العملية وعملية المواجهة لإيران. وهذه طبعا جاءت من قائمة واضحة جدا من الصفحة الثانية من مشروع القرار الذي نتحدث عنه الآن، وهذا هو اسم العراق، يأتي ثانيا مع الأردن، مع طبعا مصر، وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي التي نتحدث عنها مع ذكر إسرائيل بكل تأكيد في هذه القضية. وبالتالي هذا المشروع الآن هو مبني على أساس، وخاصة أن هذا المشروع الآن لم يصادق عليه، لا زال جديدا، هو طرح الآن، لا زال بحاجة صادق في مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ الأمريكي، ولكن بمجرد التصويت على هذا المشروع فإنه يلزم وزارة الدفاع الأمريكية وخلال 180 يوما من عملية المصادقة على هذا القرار أن تأتي وزارة الدفاع الأمريكية ب3 تقييمات. التقييم الأول هو طبيعة الخطورة للطائرات المسيرة والصواريخ البالستية وغيرها من التهديدات الموجودة في المنطقة، تقييم كامل في هذه المسألة. كذلك التقييم الثاني هو مدى قدرة هذه الدول والدفاعات والإمكانيات التي تمتلكها، مثل العراق، الكويت، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، ما هي الدفاعات التي يمتلكونها، وكذلك ثالثا الإمكانية وإمكانية ربط هذه الدفاعات بين هذه الدول التي تحدثنا عنها من أجل مواجهة هذه التهديدات. وهنا نتحدث تحت إشراف وزارة الدفاع الأمريكية أن يكون هذا التعاون، وهو لن يكون تعاونا مباشرا بل قد يكون في الكثير من الأحيان غير مباشر في هذه المواجهة. وهنا الأنظار تذهب بشكل مباشر من هذا المشروع، والواضح على المستوى الاستراتيجي أن هنالك أهمية للعراق وأهمية لعمان بشكل مباشر في هذه المواجهة. فإذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعية الآن فقط لنرى لماذا هنالك أهمية بالنسبة لعمان وللعراق تحديدا بالهبوط بالقمر الصناعي مباشرة إلى هاتين الدولتين التي تعتبر طبعا استراتيجية جدا في هذه المواجهة ولهذا المشروع. بالتالي إذا ما توقفنا هنا في هذه المنطقة تحديدا سنلاحظ بأن سلطنة عمان هنا بكل تأكيد، ولكن هنا كما تلاحظون خليج عمان، وكذلك هنا مضيق هرمز، وكذلك هنا بحر العرب الذي نتحدث عنه. سلطنة عمان هي مطلة على قواعد مهمة جدا تستخدمها إيران في الطائرات المسيرة، نتحدث عن قاعدة موجودة هنا بهذا الاتجاه وهي قاعدة تشابهار، وكذلك هنالك قاعدة أخرى مطلة على مضيق هرمز، نتحدث عن قاعدة قشم الموجودة في جزيرة قشم. وبالتالي الدور يكون كبيرا لسلطنة عمان وللإمارات العربية المتحدة في مواجهة هذه القاعدة والتهديدات التي تأتي منها، بل إن التهديدات أكبر القادمة من هذه القاعدة المتهمة بأنها قامت بضربة خطيرة جدا العام الماضي بطائرة مسيرة على إحدى ناقلات النفط على سواحل عمان بهذا الاتجاه. دعونا نقترب من قاعدة تشابهار فقط لنرى هذه القاعدة وكيف هي تبدو. هذه القاعدة هي قاعدة مشهورة، هي قاعدة تسيطر على نقطة استراتيجية كبيرة جدا، هنالك نشاط لطائرات الدرونز هنا بهذا الاتجاه، وكذلك نشاطات كبيرة للطائرات الحربية بالابتعاد مرة أخرى بهذا الاتجاه. ودعونا نتوجه
الموجه الى قاعده قشم الموجوده في جزيره قشم هنا، التي تحدثنا عن الدور الذي ممكن ان تلعبه عمان والامارات العربيه المتحده اذا ما تحقق هذا المشروع. هذه هي القاعده، قاعده قشم، التي تستخدمها طبعا ايران في الطائرات المسيره لضبط طبعا مضيق هرمز الذي نتحدث عنه. بالتالي عمان في هذه الخطه قد تلعب ادوارا كبيره اذا ما دخلت طبعا في هذا المشروع الذي نتحدث عنه، والذي ممكن جدا ان تتم المصادقه عليه. اما بالنسبه للعراق واهميه العراق في هذه المساله، فهو واضح على المستوى البري بالنسبة للفصائل المسلحة، إذا ما توقفت هذه القضية بأي شكل من الأشكال وهذا الإمداد الذي يأتي من إيران إلى العراق مباشرة إلى سوريا، فهو لن يوقف فقط الفصائل المسلحة في العراق، بل إنه سيوقف أيضا نمو الفصائل المسلحة الموالية لإيران مباشرة في الداخل السوري، وبالتالي يغلق الإمدادات التي تأتي إلى حزب الله اللبناني. خاصة كانت هنالك ضربات قبل أيام قليلة، ضربات جوية أدت إلى عملية إخراج مطار دمشق عن الخدمة تماما، وبالتالي إيران لديها مشكلة في عملية شحن الأسلحة الآن إلى داخل حزب الله اللبناني، أو إلى الداخل اللبناني تحديدا إلى حزب الله، وكذلك إلى الداخل السوري. وبالتالي هنالك مرحلة كبيرة جدا بالنظر إلى أهمية العراق في هذه المسألة وتخفيف وتقليل الخطر في هذه الجبهات، وبالتالي يقل الخطر الإيراني. ولكن في نفس الوقت يجب أن ننتبه بأن سلطنة عمان لديها سياسة مميزة للغاية، هي لا تعادي أحدا أبدا، وهي لديها سياسة مختلفة عن كل العالم، وهي صديقة للجميع، وبالتالي قد لا تكون هي من ضمن هذه المعادلة إذا ما تم تطبيقها على الأرض. كذلك العراق هو دائما يتحدث بأنه يمسك العصا من الوسط، بل يحاول تقريب وجهات النظر بين إيران وبين المملكة العربية السعودية، وكان له أدوار في محاولة تقريب وجهات النظر بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. قد يبدو العراق وسلطنة عمان نقاط صعبة جدا إذا ما نظرنا إلى هذا المشروع الذي ممكن أن يطرح، سنرى ما الذي سيحدث. ولكن العراق هو تحت مشكلة أخرى، هو تحت ضغط ليس فقط بوجود اسم العراق في هذه القضية وفي هذا المشروع الذي نتحدث عنه، وهو المشروع الذي طرح قبل أيام قليلة، وإنما في مسألة متعلقة بالطائرات المسيرة الإيرانية. كان هنالك قرارا أساسا صدر في 28 من أبريل كما تلاحظون هنا، وهذا القرار هو مبني على أساس Stop Iranian Drones كما تلاحظون هنا في هذا القرار، وهو مكون أيضا ومشروع القرار مكون من 6 صفحات. هذا القرار الآن وجد طريقه في الكونغرس الأمريكي، وتمت عملية المصادقة في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وهذه اللجنة هي التي يرأسها الديمقراطي السيناتور باب منينديز، هو الذي قام بعملية المصادقة على هذه القضية، وبالتالي أصبح هذا القرار مهما للغاية، وسيسري على الدول التي تتعاون مع إيران في مسألة الطائرات المسيرة الإيرانية. وخاصة يجب أن ننتبه بأن العراق هنالك الكثير من النشاطات للطائرات المسيرة في الداخل العراقي من الطائرات المسيرة الإيرانية بكل تأكيد، وهذه هي المشكلة الأساسية، بأن هذه القرارات الآن التي مضت الآن في الكونغرس وتمت المصادقة عليها في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، هي تضرب في الصميم، هي ستعاقب، هي ستضع العراق تحت المطرقة، وهنالك عددا من الثوابت والشواهد على هذه الطائرات المسيرة الإيرانية التي نتحدث عنها. واحدة منها مما ظهر مثلا من استعراض للحشد الشعبي، وهو جزء من المؤسسة العسكرية العراقية، آخر استعراض ظهرت هذه الطائرة المسيرة الإيرانية وهي مهاجر 6. والمشكلة الحقيقية أن العراق حتى لو صنع هذه الطائرة وامتلك الأدوات وامتلك الخبرات الكاملة بأيادي عراقية، ما زال وما دام أن هذه القطع للطائرات هي إيرانية وجاءت من إيران، فإن العراق سيعاقب وهو تحت المطرقة في هذه المسألة. وبالتالي الأمر ليس سهلا أبدا بالنسبة للعراق كما نتحدث الآن، وهو يضع العراق في مشكلة حقيقية. كذلك يجب أن ننتبه بأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تضغط بشكل كبير على إيران. الأساس في الضغط هو ليس العراق، الأساس في الضغط على إيران وأذرعها الموجودة في المنطقة. فالضغط هو لا يأتي من خلال هذه المشاريع كما تحدثنا على الطائرات المسيرة، بل إن هنالك ضغطا على مستوى تخصيب اليورانيوم، والضغط كبير جدا بسبب عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخلاف كبير وانسداد كبير في المفاوضات النووية. هنالك ضغط الآن اقتصادي عالي للغاية في ظل العقوبات الأمريكية على إيران، وكذلك ضغط كبير جدا على الحرس الثوري الإيراني. على سبيل المثال على المستوى الاقتصادي، وعندما نتحدث عن هذا المستوى المهم، فكانت هنالك تقارير وتقرير صدر اليوم عن طبيعة قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي، وكما تلاحظون فوضى كبيرة جدا
في الريال الإيراني بأنه يتدهور بسرعة كبيرة للغاية، إلى درجة أن اليوم الأسوشيتد بريس تحدثت اليوم كما تلاحظون في 12 يونيو تحدثت بأن الآن الريال الإيراني وصل إلى أدنى مستوياته في مستوى التصريف أو مقابل الدولار الأمريكي. وهذه طبعا القضية واضح جدا بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تستغلها بشكل كبير للغاية. اليوم قامت بإعلان مهم جدا على الريوردز فور جاستس بهذا الشكل على تويتر بتغريدة بالعربي وباللغة الإنجليزية، وبأنهم وضحوا بشكل مباشر من يمتلك معلومات حول شبكات التمويل للحرس الثورية الإيراني وكذلك لفيلق القدس الإيراني لو يبلغ عن المعلومات عن طريق الواتساب أو عن طريق التليجرام بأي شكل من الأشكال فإنه ممكن أن يكون مؤهلا لمكافأة وجائزة تصل إلى 15 مليون دولار. وهذه القضية هي ليست الجوائز مهيئة للناس العاديين، لا بالعكس، بل إنه محاولة تصيد واضحة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة اختراق للحرس الثورية الإيراني من أجل الحصول على عناصر من الداخل، اختراقهم تماما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وبالتالي يعطونهم الأموال أو يحصلون على الأمور وغيرها من القضايا التي يبحثون عنها. وبالتالي وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية بإغلاق الشبكات التمويل التي يعتمدها الحرس الثوري الإيراني في المنطقة بشكل عام، ضغط هائل جدا على الحرس الثوري وإيران بكل تأكيد. ولكن في نفس الوقت بالنسبة لإيران وللولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا الأوساط الأمريكية، هي بدأت تنظر بأن هذا الضغط بدأ يفتح مجالا كبيرا جدا للرئيس الأمريكي جو بايدن. نتحدث هنا عن بوبي غوش، هذا الرجل واحد من أهم المختصين في مسائل السياسة الخارجية الأمريكية. الرجل تحدث على بلومبرغ قبل 48 ساعة وقال هذا الضغط يفتح فرصة جيدة للرئيس الأمريكي جو بايدن لإنجاح المفاوضات النووية رغم كل هذه الظروف التي نراها. وهذا الذي قاله بوبي غوش، قال: لقد بالغت إيران في لعب دورها في المحادثات النووية، رفض طهران التعاون مع المراقبين الدوليين قلل من قدرتها التفاوضية، ولا ينبغي لإدارة بايدن أن تضيع هذه الفرصة، لا بد من استغلال هذه القضية. ولكن في نفس الوقت إيران هي أيضا تتحرك من جهة أخرى. واحدة من أهم التحركات التي جاءت مؤخرا على المستوى الاستراتيجي الإيراني ومعرفة إيران بأن الأمور لن تسير في الطريق الصحيح في المفاوضات النووية على الأقل عندما نتحدث الآن، فهذا الرجل وهو الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وصل إلى طهران، قام بمصافحة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، التقى بالمرشد الأعلى الإيراني بهذا الشكل، ووقعوا اتفاقية استراتيجية مدتها 20 عاما وفيها تبادل تجاري وتبادل على العديد من المستويات بين فنزويلا وبين إيران. بل كان هنالك أيضا حضورا لوزير الدفاع الإيراني بهذا الشكل. في العادة مثل هذه اللقاءات التي تجري مع المرشد الأعلى الإيراني عادة لا يكون وزير الدفاع أو أي ممثل عن وزارة الدفاع موجودا، عادة الرئيس الإيراني، وزير الخارجية الإيراني وعدد من الأطراف المرتبطة بهذا الأمر هم من الموجودين في الحضور. بالتالي هذا يوضح بأن من ضمن هذا الاتفاق أن هنالك اتفاقا عسكريا مباشرا بين فنزويلا وبين إيران في هذه الاتفاقية التي وقعت بكل تأكيد، خاصة وأن فنزويلا قبل سنوات قليلة ظهر نفس الرجل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وهو يتحدث بهذا الشكل، وفجأة ظهر طائرة مهاجر 6 الإيرانية، الطائرة المسيرة التي ترونها بهذا الشكل المعروفة التي هي أيضا موجودة في العراق كما تحدثنا. وبالتالي هذا يوضح بأن هنالك اختراقا إيرانيا لفنزويلا في الطائرات المسيرة. وقد يستغرب البعض ما الفائدة من فنزويلا المتدهورة اقتصاديا وأن تتعاون معها إيران المعاقبة أساسا. هنالك قد يكون واحدة من التفسيرات في ظل هذه الطائرات المسيرة والتعاون العسكري الواضح أن إيران تريد استخدام فنزويلا ولا كجبهة متقدمة بهذا الاتجاه. كما تلاحظون هذه فنزويلا، هذه الولايات المتحدة الأمريكية، إذا ما انطلقت أي طائرة مسيرة إيرانية بهذا الاتجاه للوصول إلى ولاية فلوريدا الأمريكية فهي تحتاج فقط إلى 1850 كيلومترا لتصل إلى هذه المنطقة. ونحن نعلم تماما بأن إيران تقدمت كثيرا على مستوى الطائرات المسيرة وبدأت طائراتها المسيرة تصل إلى 2000 كيلومتر. الآن نحن نتحدث عن مهاجر 6، صحيح هي لن تصل إلى هذه النقاط وإلى هذه المسافة، ولكن الطائرات المسيرة في ظل هذا التعاون الكبير الذي ممكن أن يجري بين فنزويلا وبين إيران قد يعني الكثير في هذه المواجهة مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هنالك الضغط الآن، وأيضا إيران تريد القول بهذا الشكل بأنني الآن أمتلك العديد من العلاقات والاتفاقيات الاستراتيجية، أمتلك مع الصين اتفاقية لمدة 25 عاما بقيمة 400 مليار دولار، أمتلك اتفاقية استراتيجية مع روسيا لمدة 20 عاما.
وها أنا أوقع الآن اتفاقية لمدة 20 عاما استراتيجية كبيرة جدا، سأستفد اقتصاديا وسأنجو اقتصاديا مهما كانت العقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الفائدة عسكرية، لدي جبهة مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية، لدي دولة في عداء كبير جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإمكانية تعدد القطبية بوجود طبعا عداء الآن صيني كبير جدا وروسي قد يجعل الأمور مختلفة في العالم في الفترة القادمة بكل تأكيد. وهذه القضية طبعا أيضا بالنسبة لإيران الآن بالعكس، الأوساط الإيرانية بدأت تفكر بأن عليها الانسحاب من إحدى المعاهدات المهمة التي وقعتها إيران، مثلا صحيفة كيهان الإيرانية التي ترونها هنا هي وجدت بأن على إيران الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي وقعتها، لأن هنالك ضررا والاعتماد على المادة 10 في هذه المعاهدة بأن هنالك ضررا على المصلحة الوطنية الإيرانية في ظل هذه العقوبات والضغط وغيرها، وبالتالي عند انسحابها من هذه المعاهدة ستصبح كإسرائيل بالضبط، من الممكن أن تطور القنبلة النووية مثل ما تريد، وبالتالي إيران تستمر في ضغطها وهي لا تريد التوقف، والواضح جدا بأن الصراع لا يتوقف وليس هنالك تهدئة، وقد يعني هذا الأمر الكثير، قد يعني اشتعال المنطقة وقد يعني الوصول إلى هدوء سريع واتفاق سريع بتنازل قد يكون أمريكي أو حتى إيراني. سنرى ما الذي سيحدث.